السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. متابعينا الكرام، متابعي قناة الطبيعة والسفر، اليوم تغطيتنا راح تكون عن هذه الثمرة اللذيذة والتي نطلق عليها في البحرين اسم البابا، ويطلق عليها بعض دول الخليج البابايا. هذه الثمرة الحلوة واللذيذة ستكون محور تغطيتنا في إحدى مزارع قرية بوري بمملكة البحرين. ولكن قبل أن أبدأ التغطية سأوافيكم بنبذة مختصرة عن هذه الشجرة، فأهلا وسهلا بالجميع. شجرة البابا أو شجرة البابايا هذه شجرة استوائية أصلها من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. شجرة استوائية يعني شجرة تحب الأجواء الدافئة والأجواء الرطبة، يعني تصلح زراعتها في البحرين لأن الأجواء عندنا ما شاء الله الرطوبة 1000 والحرارة 2000. كذلك يمكن زراعتها في الإحساء لأن مناطقهم وأجواهم نفسنا بالضبط. كذلك يمكن زراعتها في صلالة، أتكلم عن دول الخليج، ويمكن أيضا زراعتها في الجنوب في السعودية خصوصا في مرتفعات أو جبال فيفا، وأيضا في باقي دول الخليج ولكن في مناطق محددة. الشجرة يا جماعة الخير شجرة تقدر تقول من الأشجار اللي بسرعة تتكسر، عشان كذي تتم زراعتها في أماكن مدارية عن الهواء. طبعا ساقها بيكون مجوف، الثمرة بتكون قبل النضوج لونها أخضر من الخارج وأصفر من الداخل، بعد النضوج بتكون صفرة من الداخل وبرتقالي لونها من الداخل. طيب شلون نزرعها؟ عادة تزرع عن طريق البذور بعد تجفيفها. انجي لأصعب شغلة في هالشجرة، شلون نفرق بين الشجرة الذكر والشجرة الأنثى. شوف ركز لي في هالمقطع بس على الزهور، طالع شلون هني مذكر وهني مؤنث، واضح الفرق. عناقيد في الذكر وهني ما في عناقيد، على طول الزهرة تطلع من الساق في الأنثى، وهناك في الذكر تكون على شكل عناقيد. أنسب وقت لزراعتها في منطقة دول الخليج بيكون في هناك موسمين، الموسم الأول شهر فبراير ومارس، أي شهر 2 و3، الموسم الثاني شهر سبتمبر وأكتوبر، أي شهر 9 و10. فاكهة البابايا تتميز بأن لها فائدة أو قيمة غذائية كبيرة. اسألني ليش يا حبيبي، بقول لك لأنها تحتوي على فيتامينات كثيرة مثل فيتامين A وفيتامين E وفيتامين C وفيتامين B1 أو B1 وفيتامين B6، وأيضا تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد. أيضا تحتوي على الألياف وبعض الأنزيمات التي تساعد في عملية الهضم، وتحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة. طيب شباب نجي نتكلم عن الفوائد. تساعد في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، أيضا تعمل على الوقاية من الربو، تساعد في الحفاظ على صحة العظام، كذلك لها فائدة في تساقط الشعر وأمراض الجلد. طيب لها مضار؟ طبعا لها مضار، ما في شيء ما لها مضار شباب. الإفراط في تناول البابا قد يتسبب في الإصابة باضطرابات المعدة والإسهال. كذلك بالنسبة للحرمة الحامل، عندما تتناول هذه الفاكهة قد تصاب بتقلصات في الرحم، وبالتالي قد تكون هناك ولادة مبكرة. والحين يا جماعة الخير خلونا نتحول إلى تغطيتنا الخاصة. مرحبا شباب، يعطيكم العافية.
اليوم جينا مارين هالصوب في جانب من قرية بوري الحبيبة، فلقينا هني أحد الآسيويين اللي يزرعون أرض بوري. طبعا هم كثروا هني بما أن أغلب البحرينيين وبالتحديد أهالي قرية بوري تخلوا عن الزراعة، فقلنا ندخل مزرعته ونصور لنا فيديو عشان تشوفون الطبيعة في بوري. فأهلا وسهلا بكم جميعا، يا هلا ويا مرحبا بكم في هالتغطية هالجميلة من بوري الحبيبة، قريتنا في مملكة البحرين. وأول ما راح نصور هذه النخلة. حاليا نحن في فصل الصيف وموسم الرطب، وهذه المزرعة طبعا كما أسلفنا في المقدمة لأحد الآسيويين. هذا طبعا شجرة الموز، وراح ننتقل معاكم إلى الفاكهة المتميزة في هذه المزرعة. هي هذه الفاكهة، فاكهة الباباي، ما شاء الله كل أشجار هني حملها كبير، وكمية أو حجم الباباي ما شاء الله كبيرة جدا. شوف شوف شلون ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يغلب على الزراعة شجرة الباباي، ما تلاحظون على اليسار وعلى اليمين أشجار الباباي، وهذا طبعا محصول البقل، أقصد استغفر الله الرويد البحريني. أنا أول شي فكرت أن هذا البابا يعني صيني، لأن خبرتي أن الباباي البحريني يرتفع أكثر من كذي، بس اتضح ان هذا البابا بابا من بنغلاديش كما سألنا صاحب المزرعة. شوف شلون الحمل ما شاء الله تبارك الرحمن، خيرات. وهنا النعناع البحريني، اخواننا في العراق اللي ينافسون في النعناع او في المدينة المنورة، حبتنا في السعودية اللي يفتخرون بالنعناع نعناع المدينة، تعال هني شم الريحة وشوف الحجم شلون. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن الريحة ما شاء الله صراحة. طبعا هذولين الآسيويين قصة مال بنغلاديش جون هني يزرعون الحمد لله. شوف هذا صاحب المزرعة قاعد يحصد النعناع هني، النعناع البحريني. كما أسلفنا أن غالبية الزراعة فيها البابا، هاي شجر البابا. محصول وفير. شوف هاي بداية النضوج. شوف الحمل، كمية الحمل. طبعا الإزراء مليئة بهذا الشجر، وهذا هو البقل، حقول البقل. راح ننتقل معاكم شباب إلى شجرة ثانية.
هذا ايضا بقل، هاي البابا طبعا راويكم بس الورود ماله قبل لا يصير. هاي الورود شوف، هاي الورود تتحول بعدين في مرحلة من المراحل إلى ثمرة البابا. هاي الزراعة طبعا فيها أشجار أخرى مثل هذا، هذه الشجرة اللي هي شجرة اللوز، لوز بحريني كما أتوقع، يعني شكله كذي بحريني. ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندنا هنا شجرة التين، شجرة التين فيها حمل ولكن اتوقع انه في نهاية الموسم. في تين ولكن خلنا نركز لكم على هاي التينة البسيطة. شوف هاي الحمل نهاية الموسم، وهذه شجرة اخرى النخيل كما اسلفنا موسم الرطب. شوف هاي الرطب، هاي اللي في صبعي الحين يرطبه، وهناك ايضا. وكذلك هذه الشجرة شجرة الترنج، وهاي الفاكهة يا سلام سلم. شجرة الترنج شوف الفاكهة شلون، لا تسألني عن هالحقل صراحة ما أعرفه. هاي نباتة تشوفه يزرعونه واجد في مزارعهم ويأكلونهم الآسيويين، وعليها الشبك كحماية عن الطيور. ما أدري شنو بالضبط، فاللي يعرف اسمه يخبرنا في التعليقات تحت، ما عليكم أمر. ولا تنسون بعد من دعمكم للقناة، اشتركوا في القناة وادعموها، فهاي القناة في النهاية قناتكم. هاي أيضا بعد في طور النضوج. هنا البيوت المحمية، وهذا ايضا نبات اخر بعد خاص بهم، ما اعرف شنو يزرعونه، ما كان هاي موجود قبل في البحرين. طبعا هاي الثمرة مالته، تشوف هاي الثمرة. الاسيويين دولين يجيبون طبعا بذور من بنغلاديش والهند ويزرعونها هني. شوف البابا عقب ما تموت شلون تصير، ولا زالت، شوف لا زال فيها كلها ناضج، بس ما ادري ليش ما شاله هذا الاسيوي. ايوه، فانت لا تستغرب اذا القرى الثانيه في البحرين حسدوك على هالنعمه. قريه بوري من القرى الخصبه جدا في الزراعه، تقريبا أغلب الأشجار تنمو في تربتها. وإذا قلنا بور الخضراء فإننا فعلا نعني أنها خضراء بمعنى الكلمة. تسألني وش هالشجرة، ما راح أقول لك لأني ما أعرف اسمها، اللي يعرف يخبرنا عنها. نقرب لكم هذه طبعا الزهرة مالتها، اللي يعرف يخبرنا. جانب آخر من مزرعة الآسيوي،
الحمل اللي في هاي البابا تراح مو طبيعي. شوف هاي شلون حملها، شوف 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 الحمل اللي فيها. قرب لكم الصورة شوي، شوف ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي بعد مزروع شكلها رويدي. واتوقع هذا النبات مثل اللي صورنا من ساعة عليه اللي هو الشبك، عقب ما يكبر يصير كذي. ما ادري هم يبيعونه في السوق طبعا او يعني ياخذونه ياكلونهم، بس في البيت ما ادري والله عنهم. شوف شلون، شوف شوف الثمار. اليوم بنركز كله على شجر الباباي فهاي الزراعة. وهذا بعد ما ادري شنو، هاي بعد ما كان يزرع في البحرين هذا النوع من الشجر. زراعة صراحة جميلة مرتبة. الله يبارك للآسوي في هالزراعة وفي هالأرض. وهذه قطعة من قطع بوري الجميلة. طبعا هذول يسقون بالمياه المعالجة من قبل الدولة. شوف هاي مكان الماء، يستخدمون هذا القماش لحصر الماء. هذا ايضا هالنبات ما ادري شنو بالضبط. راح نختم التغطية هنا، جو حار زين وسبحنا من العرق. البحرين معروف بالرطوبة يعني، فراح نختم هنا على أمل لقاء بكم في تغطية جديدة. شكرا للمشاهدة.